السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر رضا محمد من قناة ماي انجلش تايم. ان شاء الله النهاردة هنشرح مع بعض الليسن 3، الدرس الثالث من الوحدة السادسة والأخيرة للصف الخامس الابتدائي. الدرس الثالث معانا النهاردة اللي هو بعنوان براكتس تايم. تعال كده يلا نشوف درس البراكتس تايم المهم جدا النهاردة بيتكلم عن ايه. درس البراكتس تايم النهاردة بيتكلم عن حاجة اسمها the future simple tense، اللي هو زمن المستقبل البسيط. هنعبر النهاردة عن المستقبل البسيط بحاجة يا أولاد اسمها will. اسمها ايه؟ will، اللي هي قدامنا دي will. will طيب هناخد فيها حاجتين، هتاخد فيها النهاردة ازاي تكون جملة مثبتة وازاي تكون جملة منفية. مبدئيا كده انت بتعرف ان انت بتستخدم will لوصف حاجة متوقع حدوثها في المستقبل. يعني لما تيجي تتكلم عن حاجة احتمال ان هي تحصل في المستقبل هتستخدم ايه؟ فتستخدم will، اللي هي معناها ايه؟ معناها سوف. زي مثلا المثالين دول، فبقول ايه؟ I will go to the beach in the summer، بيقول لي انا سوف اذهب للشاطئ فين؟ في فصل الصيف، فده شيء متوقع حدوثه. في الجملة التانية بيقول لي shall pick، وshall اللي هو الابيستروفي ال دي اختصار لمين؟ لwill. فاحنا ممكن نكتبها بطريقتين، يا اما الصيغة الكاملة اللي هي will، او الاختصار بتاعها اللي هو apostrophe ll. تبقى تتنطق ازاي؟ shall pick apples in the fall، يعني هي سوف تقطف التفاح في فصل ايه؟ في فصل الخريف. تعالى كده نبدا كده ونشوف ازاي اكون جمله مثبته باستخدام will. مبدئيا كده انت هتكون الجمله بتاعتك من خلال اربع عناصر. العنصر الاولاني في تكوين الجمله المثبته هو استخدام ايه؟ السبجكت الفاعل. تستخدم السبجكت بقى بتاعك سواء كان I او he او she او it او مفرد او we you they او اسم جمع، اي فاعل فيهم بتبدأ بجملتك عادي. بعد كده بتستخدم will اللي هي معناها قلت سوف، او صيغة الاختصار بتاعها اللي هو apostrophe ll، وبعد will بتستخدم الانفينيتيف الفعل في المصدر. يبقى will بأكد تاني بيجي بعدها الفعل في صيغة الانفينيتيف مش عليه اي حاجة، وبعد كده باقي الجملة بقى بتاعتك. زي مثلا المثالين دول، ففي مثلا number one بيقول he will play in the leaves in the fall. he will play in the leaves in the fall. هتلاحظ هنا ان هو بدأ بالفعل اللي هو he، بعد كده استخدم will، جاب بعدها الverb في المصدر، يعني ما قالش لا plays ولا ضاف لها ing ولا ضاف لها ad، لا will بيجي بعدها infinitive فعل ما عليهوش اي حاجة. وبعد كده باقي الجملة اللي هي ايه؟ in the leaves، اللي هي بتيجي مع كلمة ايه؟ play. play in the leaves يعني يلعب في اوراق الشجر، هو سوف يلعب في اوراق الشجر. بعد كده بقى لما تحب تقول في فصل كذا بتستخدم ايه؟ in the، وبعدها اسم الايه؟ الفصل. يبقى فصول السنه الاربعه بيجي قبلها ايه؟ in the. عاوز تقول مثلا في الخريف زي ما قدامنا كده تقول in the fall، في الصيف in the summer، في الشتاء in the winter، في الربيع in the spring. يبقى الفصول الاربعه بيجي قبلها ايه؟ in. طيب في المثال الثاني بيقول لي they'll build، وتقولنا طبعا الابيستروفي ال هي اختصار لايه؟ اختصار لwill. They'll build a sand castle in the summer، يعني هم هيبنوا قلعة رملية امتى؟ في فصل ايه؟ الصيف. برضو نفس الكلام، بدأ بالسبجكت الفعل واستخدم الاختصار بتاع will، وجاب الانفينيتيف الفعل في المصدر، وبعد كده الكلام اللي بيجي مع الفعل اللي هي a sand castle، واستخدم قبل فصل ايه؟ الصيف، او الفصول الاخرى اللي هي in the. in the summer في الايه؟ في الصيف. بعد كده بناخد حاجة اسمها keywords، اللي هي الكلمات الدالة. كلمات ساعة ما اشوفها في الجملة اولاد بعرف ان الجملة فين؟ في المستقبل. اوكي طيب ايه هي الكلمات اللي بتدل على زمن الفيوتشر المستقبل؟ اللي هي ركز بقى معايا كده في نطقها tomorrow 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 اللي هي معناها ايه؟ غدا. طيب tonight 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 اللي هي معناها الليلة. next 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 هنا بمعنى القادم مش بمعنى بجوار، عشان يكون معناها بجوار وتكون حرف جر بيجي بعدها ايه؟ to، فتقول next to اللي هي معناها بجوار، ولكن هنا next بدون
to معناها ايه؟ معناها القادم او الجاي. وبيجي بعدها expressions تعبيرات زمنيه كتير، زي ما اقول مثلا ايه؟ next week الاسبوع القادم، next Friday الجمعه القادمه، next summer اللي هو الصيف القادم، next winter اللي هو الشتاء القادم، وهكذا. يبقى next بيجي بعدها اي حاجه. طيب نيجي بعد كده لسون بمعنى قريبا. سون سون، يبقى انت عندك كام كلمة بتدل على الفيوتشر؟ فور، اربعة: tomorrow، tonight، next، soon. اول ما تشوف اي كلمة من الكلمات دي تعرف ان الجملة اللي قدامك هتبقى فين؟ في الفيوتشر، في المستقبل. زي مثلا المثالين دول، ففي المثال الاول مستخدم كلمة ايه؟ tomorrow، فبقول خالد will visit a friend tomorrow، خالد هيزور صديقا غدا بكرة. نمبر 2 بقول ايه؟ well watch TV tonight، احنا هنشاهد التلفاز امتى؟ الليلة. يبقى انت كده عرفت ايه؟ عرفت ازاي تكون جملة مثبتة باستخدام well او الاختصار بتاعها اللي هو الابستروفي ال وبعدها الانفينيتيف، وعرفت كمان ان في اربع كلمات دالة على الفيوتشر. دلوقتي انت هتاخد ازاي تكون جملة منفية باستخدام بقى النفي بتاع ايه؟ well. تعالى كده نشوف بنفي well ازاي. الجملة المنفية بتبدأ طبعا برضو زيها زي الجملة المثبتة بالفاعل، اي ضمير فاعل من الضمائر اللي هي I, he, she, you، اي حاجة من الحاجات دي. وبعد كده بقى تستخدم النفي. النفي بتاع will هو ايه؟ will not. بتحط ايه؟ not بعدها. will not، will not. اول اختصار بتاع will not، الصيغة اللي هي المختصرة بتاعتها اللي هي كلمة ايه؟ want. want. يبقى want دي النفي بتاع ايه؟ will، او سوري الاختصار بتاع ايه؟ will not. يبقى ممكن تكتب النفي بتاع will بصيغتين، يعني صيغة الاختصار اللي هي want، أو الصيغة الكاملة اللي هي ايه؟ will not. وبرضه نفس الكلام تيجي بعدها الفعل في المصدر وبعد كده بقى ايه؟ جملتك. هنا بتستخدمها عشان تقول إن في شيء مش متوقع إن هو يحصل في المستقبل، يبقى بتنفي الكلام. تعالى كده نشوف الجملة. مديني أنا مثلا في الإكزامبل الأول مديني جملة مثبتة وبيعرفني إزاي أنفيها، فبقول هنا I will plant flowers in the spring. أنا هزرع أو سوف أزرع الورود في الايه؟ في فصل الربيع. ازاي انفيها بقى؟ شوف عمل ايه هنا. بدا هنا بنفس الايه؟ الفاعل السبجكت، وبعد كده نفينا will be won't، وقلنا لها صيغتين للنفي، يا اما will not او الاختصار اللي هو ايه؟ won't. وبعد كده الفعل في المصدر زي ما هو ولاد وكمل جملته عادي، فبقول ايه؟ I won't plant flowers in the spring، يعني انا مش هزرع الورد في الايه؟ في فصل الربيع. المثال الثاني هنا بيقول لي she'll go skiing in the winter، يعني هي سوف تذهب للتزلج في فصل الشتاء. دي جملة مثبتة عشان مستخدم هنا ايه؟ will، ولكن في صيغة الاختصار. ازاي انفيها؟ نفس الكلام بالظبط، ابدا بالسبجكت بتاعي الثاني اللي هو she، وانفي will بايه؟ بالاختصار بتاعها won't، او الصيغة الكاملة اللي هي ايه؟ will not. وبعد كده infinitive اللي هو go skiing in the winter، يبقى هي مش سوف تذهب للتزلج في فصل الشتاء. تعالى كده بعد ما شفنا الشرح اللي هو ثلاث حاجات بس اللي خدناها، اللي هو تكوين الجملة المثبتة بول أو الاختصار بتاعها الابستروفي ال، وعرفنا الأربع كلمات اللي هي الدالة على المستقبل اللي هي tomorrow و tonight وكلمة next و soon، وكمان عرفنا ازاي انفي الجملة باستخدام will not او الاختصار بتاعها ايه؟ want. تعالى كده نحل بقى الاكسرسايز اللي قدامنا ده اللي هو choose the correct answer from A, B, C, or D. number one واللي هنا ايه؟ shall. طبعا هنا باينة خالص ان دي اختصار لايه؟ اختصار ل will اللي احنا لسه واخدينها. shall، وبعد كده a sand castle in the summer. اتفقنا ان will بيجي بعدها يا ولاد ايه؟ الانفينيتيف، الفعل في المصدر. فين بقى الفعل في المصدر قدامنا هنا؟ طبعا الفعل في المصدر اللي هو مين؟ برافو عليكم، اللي هو build. number 2 بيقول هنا عمر want، عمر مش سوف، مش هيعمل ايه؟ in the leaves. اتفقنا برضو ان want اول حتى سواء مثبته او منفيه يا ولاد الموضوع ايه؟ ثابت واحد، يبقى سواء مثبته او منفيه الاثنين بيجي بعدهم الايه؟ الانفينيتيف، وبالتالي برضو هنا want هيجي بعدها الانفينيتيف اللي هو مين؟ play. يبقى تقول عمر want to play in the leaves، عمر مش سوف يلعب في ايه؟ الورق الشجر. number 3 منى، بعد كده apples in the fall next year. يبقى عاوز هنا يقول لي هتستخدم الفعل المناسب، يا ترى هتستخدم picks اللي هو present simple مضارع بسيط، ولا picked اللي هو ماضي، ولا picking
اللي هو فيها ing ولا will pick اللي هو future مستقبل. تحدد زمن الجملة بقى من خلال الكلمات اللي موجودة أو بتدل على الزمن اللي هي الكلمات الدالة. هتلاحظ هنا في الجملة إيه؟ next. ونكست من الأربع كلمات اللي اتفقنا إن هي بتشير للفيوتشر للمستقبل، وقلنا أفكرك بيهم تاني إن هي tomorrow ونكست وسون وإيه وتونايت. فبما إن next هنا موجودة وبتقول لي إن الجملة في المستقبل، فنختار إيه يا أولاد؟ هنختار المستقبل اللي هو بإيه؟ بويل. يبقى نقول will pick، يبقى منى سوف تقطف الإيه؟ التفاح في فصل إيه؟ الخريف. نمبر 4 بيقول هنا ايه she وبعد كده plant any flowers tomorrow. خلي بالك كده مبدئيا قبل ما نختار ان any بتيجي في الجمله الايه المنفيه، عشان كده واجيب لي الاربع اختيارات بتوعي منفيين. طيب تعالى كده نشوف يا ترى هتنفي هنا ب doesn't ولا won't ولا isn't ولا didn't. هتلاحظ هنا ان tomorrow موجوده، والtomorrow من الاربع كلمات اللي بيشير للفيوتشر المستقبل، والنفي في المستقبل بيكون بايه؟ برافو عليكم، طبعا بيكون بكلمة want اللي هي نفي ايه؟ will. تعالوا كده نشوف مع بعض exercise B. نمبر 1 طبعا محلولة، فبقول هنا فوق في الجملة يا أولاد الأولى هتبقى جملة مثبتة والجملة التانية هتكون ايه؟ منفية. فعشان كده في الجملة المثبتة بقول I'll go to the beach in the summer، يعني أنا سوف أذهب للفصل سوري للشاطئ في فصل ايه؟ الصيف. وهنا فتحت بقول I won't pick apples، أنا مش سوف أقطف ليه التفاح. يبقى الكلام اللي فوق على الصورة ده بتستخدمه في تكوين الجملة المثبتة، أما اللي تحت بتستخدمه في تكوين الجملة المنفية. تعالى كده يلا نكمل نمبر 2. قلنا في الجملة الأولى هتستخدم الجملة إيه؟ مثبتة. ممكن تستخدمها will كلها أو تضيف الاختصار بتاع will اللي هو إيه يا أولاد؟ الأبيستروفي LL. يبقى ممكن نقولها كده اللي هي إيه؟ يل. طيب كلمة apples بيجي بعدها ايه؟ برافو عليكم، بيجي بعدها الفيرب اللي هو او بيجي قبلها الفيرب ايه؟ pick اللي معناها يقطف. يبقى you'll pick ده الجزء اللي ناقص في الجملة المثبتة. يبقى الجملة المثبتة هتبقى ايه؟ you'll pick apples in the fall، يعني انت سوف تقطف التفاح في فصل الخريف. ازاي بقى انفي؟ طبعا احنا اتفقنا ان will بتتنفي بايه؟ بwant. يبقى تقول ايه؟ you won't go to the beach. طبعا مش هضيف حاجة بعد want عشان هي بيجي بعدها المصدر، والمصدر موجود معايا قدامي اللي هو ايه؟ go. يبقى انت مش سوف تذهب الى الايه؟ الشاطئ. نشوف بعد كده نمبر 3. نمبر 3 هنا بادئ بايه؟ بذي. برضو نفس الكلام، ممكن استخدم will كلها او الاختصار بتاعها اللي هو apostrophe ll. يبقى هنا نقول ايه؟ they'll. they'll ايه بقى؟ وبعد كده الverb في المصدر. الفعل في المصدر هنا اللي بيجي قبل كلمة sand castle هي كلمة ايه؟ build. يبقى they'll build يعني هم سوف يبنوا. يبنوا ايه طبعا؟ اللي هي السان كاسل in the summer في الفصل الايه؟ الصيف. هيبنوا قلعة رملية في فصل ايه؟ الصيف. او قلعة رملية واحدة طبعا عشان هنا ايه؟ طيب ازاي انفيها بقى؟ هتنفيها طبعا بنفس الكلام باستخدام ايه؟ want. هننفيها باستخدام ايه؟ want اللي هي معناها مش سوف. طيب want بتحتاج الفعل في المصدر، بيجي بعدها الفعل في المصدر، والمصدر هنا اللي بيجي قبل flowers اللي هو مين؟ plant. يبقى they won't plant flowers، هم مش هيزرعوا الايه؟ الورود. نمبر 4 عاوزني اكون انا الجمله المثبته كلها. طب احنا هنبدا بفعل ايه؟ الفعل هنا اللي هو ايه؟ he. وبعد كده اولاد بستخدم ايه؟ well. ممكن تستخدمها كلها او تضيف الاختصار بتاعها اللي هو ايه؟ apostrophe ll. فتقول ايه؟ hell. hell ايه بقى؟ وبعد كده الفعل في المصدر اللي هو ايه؟ plant flowers. يبقى هو سوف يزرع الايه؟ الورود. وبعد كده طبعا اتفقنا ان كل فصول السنه الاربعه بيجي قبلها ايه؟ in the. طب وفصل الصيف سوري فصل اللي هو هنزرع فيه الورد اللي هو فصل ايه؟ الربيع. in the spring. يبقى الجملة هتبقى ايه؟ he'll plant flowers in the spring، يعني هو سوف يزرع الايه؟ الورد في فصل ايه؟ الربيع. والجملة التانية المنفية بيقول ايه هنا؟ بيقول he won't build a sand castle، يعني هو مش سوف يبني ايه؟ قلعة رملية. نمبر 5 عاوزني انا اكون الجملة المنفية، والمثبتة بتقول will play in the leaves in the fall، يعني احنا هنلعب في اوراق الشجر في فصل ايه؟ فصل الخريف. عاوزني بقى استخدم اللي هي go skiing في الجملة المنفية. يبقى أنا هبدأ بنفس الإيه؟ السبجكت بتاع الجملة المثبتة اللي هو إيه؟ we. وبعد كده هتنفي باستخدام إيه؟ want. want بيجي بعدها الانفينيتيف اللي هو مين؟ اللي هو
go وبعدها كلمة ايه skin. نمبر 6 عاوزنا انا اكون الجملة المثبتة والمنفية. على كده نشوف كده ازاي اكون الجملة المثبتة اللي هتبدأ هنا معانا بايه بشي. طيب شي هيجي بعدها الاختصار بتاع will او will كلها يبقى shall، وبعد كده الانفينيتيف فيرب الفعل في المصدر اللي هو go skiing يبقى هي سوف تذهب للايه للتظلل. بعد ما قلت ان هي سوف تذهب للتزحلق على الجليد اللي هي go skiing، هنستخدم بقى امتى؟ طبعا قلنا فصول السنه بيجي قبلها ايه in the، وبعد كده الفصل بتاعنا اللي هو ايه winter. يبقى تاني she'll go skiing in the winter، يعني هي سوف تذهب للتزلج في فصل ايه الشتاء. ازاي تنفي بقى؟ هتبدا برضو بنفس السبجكت نفس الفعل اللي هو شي، وبعد كده بتنفي will be want، وبعد كده اولاد اللي هو الفعل في المصدر اللي هو play in the leaves زي ما هي، يبقى هي مش سوف تلعب في اوراق ايه الشجر. تعالوا بقى دلوقتي بعد ما شفنا درس الجرامر النهارده اللي هو كنا بنتكلم فيه عن ازاي استخدم ويل للتعبير عن الفيوتشر والنفي بتاعها اللي هو want، وكمان بيعرفني ازاي اعرف احدد زمن الجمله ان هي في المستقبل من خلال كلمه tomorrow و tonight وكلمه next و soon. هنحل بقى دلوقتي اكسرسايز على درس البراكتس تايم. ركز بقى معايا عشان الكلمات او اللي هو الجزء ده بيعرفك ازاي الجزء الخاص بـ will والنفي بتاعها والمستقبل عموما او درس النهارده ازاي بيجي في اسئله الامتحان. نمبر 1 مثلا هنا بيقول لي choose the correct answer from A, B, C, or D. نمبر 1 بيقول لي she will. طبعا will ديت اللي هي قلنا سوف، واللي قلنا بيجي بعدها الفعل في المصدر. بعد كده بيقول لي to the beach in the summer. تذهب للشاطئ في فصل ايه الصيف. سوف تذهب للشاطئ في فصل الصيف. انت قلت لي ان will بيجي بعدها الانفينيتيف، والانفينيتيف يا اولاد هنا اللي هو مين؟ برافو عليكم اللي هو go. نمبر 2 بول I like to plant. بتحب تزرع ايه؟ بعد كده very much. بقول انا بحب ازرع ايه؟ جدا. يبقى plant بتيجي مع كلمه ايه؟ planes اللي هي طائرات، ولا pictures اللي هي صور، ولا flowers اللي هي ورود، ولا sand castles اللي هي معناها قلاع رمليه. طبعا كلمه plant بتيجي مع ايه؟ مع النون اللي هو flowers. يبقى I like to plant flowers very much. Number 3 we'll build a sand castle in there. احنا بنبني القلعة الرملية امتى؟ في summer ولا winter ولا fall ولا spring. طبعا احنا بنروح للمصيف امتى؟ طبعا بنروح في الصيف، والصيف اللي هو ايه؟ اللي هو summer. يبقى تاني we'll build a sand castle in the summer. بنبني القلعة الرملية في الصيف. Number 4 I وبعد كده plant flowers in the winter next year. يبقى أنا بزرع الورد أو هزرع الورد في فصل إيه الشتاء الشتاء سوري ال next year اللي هو العام القادم. من خلال كلمة next يا أولاد اللي موجودة في الجملة اللي هي معناها القادم، عرفت إن الجملة ديت في ال future في المستقبل. طب فين بقى الاختيار اللي بيعبر عن المستقبل اللي هي don't ولا am not ولا won't ولا gone to؟ طبعا اللي بيعبر عن المستقبل هو إيه؟ هو want. واحد يقول لي طب ما يا مستر احنا بنستخدم going to للتعبير عن الفيوتشر عن المستقبل برضه بمعنى سوف. اقول لك بس going to بتحتاج قبلها am او is او are، والجمله بتاعتي ما فيهاش لا am ولا is ولا are، وبالتالي الاختيار ده ايه؟ ما ينفعش. يبقى نختار هنا ايه؟ want عشان انفي الجمله واقول ان انا مش هزرع ورد او ورود في فصل الشتاء في السنه القادمه او العام القادم. نمبر 2 بقى بيقول لي read the passage and answer the questions. تعالى كده نقرأ فقرتنا ونشوف الأسئلة اللي جاية عليها. بيقول لي there are four seasons in the year. يعني في أربع فصول في العام. In the fall في فصل الخريف we pick apples and play in the leaves. فصل الخريف احنا بنعمل حاجتين، بنقطف التفاح وكمان بنعمل ايه؟ بنلعب في أوراق الشجر. الكلام ده امتى؟ in the fall في الخريف. In the summer فصل الصيف بنعمل حاجتين برضو، when we go to the beach احنا بنذهب للبيتش اللي هو الشاطئ and build a sand castle او build sand castles بنبني ايه قلاع رمليه. دي الحاجتين اللي بنعملهم في فصل الصيف. we also also اللي هي معناها ايضا، بنعمل حاجه كمان اهو في فصل الصيف swim in the sea، بنعوم ايه في البحر. ده طبعا في فصل ايه الصيف برضو.
in the spring. فصل ايه اللي هو الربيع بقى بيقول we plant flowers، بنزرع الايه الورد. طب وفي الشتاء in the winter we go to school، بنذهب للمدرسة. and go skiing on Fridays، وبنذهب للتزحلق على الجليد في ايام الجمعة. number one في true false. in the fall we don't pick apples، بيقول لي في فصل الخريف احنا ما بنقطفش التفاح. طبعا الكلام ده مش صحيح، لان هو قال اصلا في اللي هو الخريف we pick apples، بالتالي number one هتبقى ايه false. number two we got school in the summer، we got school in the summer، يعني احنا بنذهب للمدرسة في فصل ايه الصيف. طبعا الكلام ده مش صحيح، لان في الصيف اصلا بتكون الاجازة. لو تلاحظ اهوت هو قال لك اهوت in the winter في فصل الشتاء we got school، يبقى احنا بنروح في فصل ايه الشتاء مش الصيف، وبالتالي 2 هتكون false. number 3 in the spring في فصل ايه الربيع we plant flowers، بنزرع ليه الورد. طبعا الكلام ده صحيح اهو، بيقول لي in the spring we plant flowers، يبقى بالتالي 3 هتكون true. number 4 هنا number 4 بادئ ب how many، و how many يا اولاد معناها كم عدد، بتسال عن عدد شيء. طب how many ايه؟ بيسال عن عدد ايه هنا؟ بيقول لي how many seasons، كم عدد فصول السنه are there in the year، في كم فصل في السنه. طبعا احنا عارفين ان هم اربع فصول حتى من غير ما نرجع للقطع، ولكن الاجابه موجوده بالنص، بيقول لي الاجابه هتبقى ايه؟ there are four seasons in the year، هتبقى ديت الاجابه ايه؟ كامله. number 5 بيقول لي when do you build a sand castle، يعني متى انت بتبني القلعه الرمليه، بتبنيها امتى؟ طبعا واضحه جدا من غير برضو نرجع للفقره ان الاجابه يا اولاد هتبقى ايه in the summer، بنبنيها امتى؟ في فصل ايه؟ فصل الصيف in the summer. number 3 rearrange the following words to make correct sentences. number 1 will I، ومديني هنا will we plant flowers، يبقى انا هرتب على الترتيب ده، هبدا بالسبجكت اللي هو I، بعد كده will، بعد كده المصدر، وبعد كده الاسم اللي بيجي مع المصدر اللي هو flowers. يبقى هقول ايه؟ I will plant flowers، انا سوف ازرع الايه الورود. number 2 عاوزنا اكون سؤال هنا باستخدام is. طب انت عاوز تقول لي بقى ايه؟ هتقول is it، يعني هل هو و it هنا يا اولاد بيقصد بها الweather، بيقصد بها الطقس، اوكي؟ فبقول لي هنا ايه؟ is it، هل هو، هل الطقس يعني بيكون ايه؟ بيكون حر، يبقى هقول is it hot. امتى بقى؟ هل هو بيكون حر فين؟ في فصل الايه؟ الصيف، ولا in the summer. يبقى تاني is it hot in the summer، هل هو بيكون حار او الجو بيكون حار في الصيف. number 3 هكون هنا سؤال باستخدام where اللي معناها ايه؟ اين. فهقول ايه هنا؟ where، بعد كده الفعل المساعد اللي هو did، where did، بعد did الفاعل اللي هو you، where did you، بعد الفاعل الفعل في المصدر اللي هو go. طيب go هيجي بعدها ايه؟ هيجي بعدها last winter. يبقى تاني هقول ايه؟ where did you go last winter، يعني ايه؟ معناها اين ذهبت الشتاء الايه اللي فات او الشتاء الماضي. number 4 عاوزنا هنا اكون جمله باستخدام going to اللي هو البديل الثاني بتاع ايه will، لان احنا بنعبر عن الفيوتشر المستقبل باستخدام going to وباستخدام will، والاثنين بيجي بعدهم الايه الفعل في المصدر. طب تعالى كده نشوف ازاي هنكون. هنبدا كده بشي، بعد كده هنستخدم is، وبعد كده ايه؟ going to، يبقى she is going to. قلت لي ان going to بيجي بعدها المصدر، والمصدر يا اولاد هنا اللي هو ايه؟ go. طيب go بتيجي مع ايه؟ برافو عليكم، go بتيجي مع كلمه ايه؟ skiing، go skiing. وقلنا فصول السنه بيجي قبلها ايه؟ in، وبعد كده the winter. يبقى تاني she is going to go skiing in the winter، هي سوف تذهب للتزلج في فصل ايه الشتاء.
Number 4. Look and write a paragraph of 5 sentences. تعالى كده نشوف هنكتب paragraph مكون من 5 جمل ازاي على الصورة اللي قدامنا دي. طبعا الصورة اللي قدامنا دي بتكون في فصل ايه؟ الصيف. عشان كده انا بادئ وبقول next summer، الصيف القادم. وبما اني بقول الصيف القادم فالجملة او الجمل اللي جاية بعدها تكون في الفيوتشر. عشان كده بقول next summer، الصيف القادم، I will go to the beach، انا سوف اذهب للايه؟ للشاطئ. بعد كده بعرفك هذهب مع مين، فاقول لك I will go with my family، I will go with my family، سوف اذهب مع اسرتي. ممكن اضيف جملة كمان بعد دي واعرفك احنا هنروح بايه، فاقول لك we will go by bus او we will go by car، سوف نذهب بالايه؟ بالسيارة. طيب وبعد كده بقول لك ايه؟ I will build a sand castle، I will build a sand castle، انا سوف ابني قلعة رملية. وهعمل ايه كمان؟ I will swim in the sea، I will swim in the sea، سوف اعوم في البحر. طيب بعد كده بعبر ان انا بحب الايه؟ الصيف. اقول I like the summer، I like the summer، يعني انا بحب فصل ايه؟ الصيف. هتكلم بقى هنا على مين؟ على اخويا. فبقول my brother likes the fall، اخويا بيحب فصل ايه؟ الخريف. He wants to play in the leaves، هو بيريد ان هو يلعب في ايه؟ في ورق الشجر. Number 5. Punctuate the following. Number 1. What is Mona's favorite subject? اول حاجة هنعملها ان احنا هنغير الام بتاعت ايه؟ منى. بعد كده اولاد هنشيل العلامة دي ونحط مكانها ايه؟ question mark، علامة الاستفهام. Number 2. She'll plant flowers. هي سوف تزرع ليه الورد. اول حاجة هنخلي الجملة بتاعتنا تكون بدأ بحرف capital، يبقى هنخلي الاس هنا تكون ايه؟ capital. وعشان اخليها كابيتال اولاد تبقى طول الايه؟ الاتش. بعد كده هتحط هنا الابيستروفي اللي هو علامه الاختصار، اللي هي طبعا عارفين الاختصار بتاع ويل بيبقى اختصارها ايه؟ ابيستروفي ال ال، يبقى هنحط هنا ايه؟ ابيستروفي ما بين شي وما بين الابيست اللي هو ال ال ال. وبكده نكون وصلنا الى نهايه فيديو النهارده. اتمنى الفيديو والشرح يكون عجب حضراتكم. لو كان عجبكم الشرح ما تنساش تضغط لايك للفيديو. لو كنت بتشاهدنا لاول مره ما تنساش تضغط على علامه الاشتراك باللون الاحمر اسفل الفيديو، وكمان تفعل بعدها زر الجرس بحيث يوصلك اشعار بكل الفيديوهات اللي هنرفعها الفترة القادمة بإذن الله على القناة. واشوفكم ان شاء الله في قادم الفيديوهات على خير بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.